أشارت مبادرة وقف إهدار الطعام وتحفيز الاستهلاك الأخضر إلى وجوب خلق بيئة جيدة تتمثل في تناول الطعام بشكل متحضر وممارسة التوفير في الاستهلاك على نحو نشيط لكل صناعة المطاعم، وذلك عبر السبل المتنوعة مثل نشر الشعارات المعنية والتذكير بهذا السلوك، كما ينبغي دفع ممارسة التوفير في الطعام وتطبيع التنمية الخضراء والتشجيع على اختيار السبل السليمة لتناول الطعام بما فيها تطوير الحصة الصغيرة من الطعام والوجبات الثابتة وتقديم أدوات المائدة العامة مثل العودين والملاعق العامة. كما ذكرت المبادرة أنه من الضروري للمطاعم إعداد قائمة الأطعمة والوجبات الثابتة بشكل مناسب وتنظيم عملية المأدبة وتحديد عدد الموائد عند توفير خدمات المأدبة، وذلك من أجل إرشاد الزبائن إلى الاستهلاك العقلاني، مضيفة أنه يجب على المطاعم تعزيز الإدارة بشكل دقيق ورقمي وتكنولوجي على نحو أكبر، وتخفيض إهدار المواد الخام والطعام وتقليل المواد المخزونة من خلال الإدارة الرقمية والشراء المناسب. يمكن أن نتنبأ بوجود حالة متوازنة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه لفترة طويلة في بلادنا، على الرغم من أننا نعتمد على السماء في إنتاج الغذاء أحيانا وعلى التكنولوجيا أحيانا حتى نواجه بعض الحالات المفاجئة والطارئة، وعندها لا نستطيع التقرير بأنفسنا، لكن ما يمكننا أن نفعله هو توفير الغذاء. فالرجاء أن يبدأ كل شخص منا بنفسه من الآن.